تصريحات بحلز اليوم هي دفع بقائد كتيبة الخضر للرد على بعض التصريحات التي طفت إلى السطح في المدة الأخيرة، تصريحات إبراهيمي، تصريحات قندوز وبعض الأسماء الأخرى. لذلك عندما يتحدث أحد يعني صناع الفرحة في المنتخب الوطني وهو محرز، فالبقية عليها أن تصمت. عندما يتحدث محرز لا يعني لم يبقى لأي كان أن يتحدث على ما حدث في تلك المباراة، ونحن يعني غرقى في فنجان صغير. الكل يعلم بأن قصامة ذبحنا من الوريد إلى الوريد، أي نعم أخطأنا في بعض الأمور في التحكم في 20 ثانية، لكن هذا لا يعني لا يبرئ هذا الحكم وما قام به. أنا أعود ربما يا عماد لما صرح به قندوز وليس إبراهيمي، لأن إبراهيمي فيه قراءة جنبة الصواب. عندما يتحدث قندوز يا عماد على المنتخب الوطني، علينا أن نرضى بما قاله قندوز، لأن من حق أي لاعب مارس كرة القدم أو مدرب أن يدلي برأيه، وعلينا أن نتقبل الرأي الآخر مهما كان يعني مجانب للصواب. لكن علينا أيضا أن نناقش ما قاله قندوز من حقنا، مثل ما أعطينا الحق وأنا مع قندوز عندما يدلي برأيه، أنا أيضا من حقي وأنت ومازا وأمين وآخرون من حقهم أيضا أن يتحدثوا عما قاله قندوز. تدري يا عماد في عجالة التاريخ ممارسة الكرة في الجزائر بدأ ربما مع فريق جبهة التحرير الوطني، هؤلاء ونحن يعني على بعد سويعات من غرة نوفمبر. تاريخ جبهة التحرير الوطني، هؤلاء اللاعبين الذين تركوا النفس والنفيس في فرنسا والتحقوا بتونس وكونوا ذلك الفريق الذي كان يفوز على الأشقاء في تونس والمغرب بالسباعيات، استطاعوا أن يفعلوا ما فعلوه، صنعوا الأمجاد لهذا المنتخب، وعندما اعتزلوا الكرة تحولوا إلى مدربين أقوياء من أمثال كيرمالي، العريبي، مخلوفي، كل هؤلاء استطاعوا أن يتحولوا من لاعبين كبار إلى مدربين كبار، وكونوا جيل 82 الذي نفتخر به. لكن يا عماد، عدا فرقاني ومناد، جيل 82 يا عماد لم يستطع أن يتحول من لاعب كبير إلى مدرب كبير، وهنا حدثت القطيعة في ممارسة كرة القدم الجزائرية على المستوى العالي. هؤلاء يعني ذلك الجيل الذي أخذ المشعل من جبهة التحرير الوطني، الذين كانوا لاعبين كبار وتحولوا إلى مدربين كبار، لم يستطيعوا أن يتحولوا هم من لاعبين كبار إلى مدربين كبار، وهنا حدثت القطيعة. لماذا يلوم قندوز اليوم بالماضي وهو لم يستطع أن يتحول إلى مدرب كبير؟ كان على قندوز أن يخوض مسار كيرمالي والعريبي ومخلوفي وما إلى ذلك، ورواي وما إلى ذلك، وعندئذ نقول لقندوز المدرب الكبير من حقك أن تتحدث بالفم المليان على هذا الإخفاق. أما أن تكون لاعب في منتخب 82 القوي ونشهد كلنا بذلك، وتخفق في التحول من لاعب كبير إلى مدرب كبير، فهنا الخطأ فيك يا محمود.